ما بتشد بتشد عشان خاطر نادي السويس زمان نادي منتخب السويس فاهمني. انما القصه كلها ايه اللي يوصل ان جمهور شركه او نادي شركه ان يطلع يصطاد فريق نادي الزمالك وفي حته غريبه جدا ومخططينها يعني مخطط لها بطريقه غريبه في مخطط ليها. انت بتقول مخطط مخطط ليها ده انت معانا كم من الامن وشوارع السويس كلها مقفوله والناس بتاع الامن كانوا يعني عملوا عليهم بصراحه يعني انت برضو انت تقدرش تسد كل الثغرات اللي موجوده ده شوارع كبيره فالامن كان كتير وكان موقف الشوارع بطريقه يعني ملهاش قبل كده ما اتعملتش في اي ماتشات جوه القاهره او بره القاهره. طب قول لي انتوا كنتوا ماشيين بالاتوبيس بتاع الفريق يعني ايه اللي حصل؟ لقيته بقى رمي بالحجاره وكده ولا ناس وقفوا الاتوبيس الاول ولا حصل ايه؟ لا هو احنا ماشيين قدامنا بوليس وورانا وحوالينا كلها عربات مصفحه وحاجات كتيره يعني ومسدين زي ما بقول لك الشوارع كلها بالمرور. لقينا في مخرج بتاع السويس طريق السويس في الاولاني خالص قبل عند الشركات اللي هي موجوده على الطريق المدخل السويس يعني. المهم لقينا ناس في حتت عتمه كده فيها شجر كتير تحت كوبري حديد. الناس دي جايه متمركزين بتاع 20 واحد كانوا في حته على شجر وعتمه جدا فكانوا طبعا محضرين نفسهم بالطوب بطريقه غريبه بدليل ان اول ما الاتوبيس جه قدامهم في الحته دي انت فاهم ما تعرفش الخضه كانت خضه صعبه جدا والجمهور واللعيبه كانت اللعيبه كانوا فرحانين بالماتش ولسه كل واحد بيحاول ان هو يبتدي مثلا مبسوط وبيكلم مع زميله لقينا اكنك دخلنا حرب عالميه يعني العمليه كانت صعبه قوي فالاتوبيس اتدغدغ خالص اتكسر وقفنا طبعا نزلنا عشان نشوف الناس دي كان الامن طبعا وقف عشان يجيبهم واحنا نزلنا عشان نمسك حد فيهم طبعا هم طاروا ليهم طرق ليهم طريق كده هم مخططينه بقول لك معمول محبوك جه بطريقه. هل نزلت فعلا انت وكابتن حسام حسن حاولت تحتكوا بالجماهير او ايه جماهير؟ هو لو كنا مسكنا حد فيهم كنا هنسيبه ما كناش هنسيبه كان هيتاخد معانا حد مصر خلي بالك لحد القاهره لحد ما يبقى ليهم صح يبقى لهم صح لان اللي عملوه دوت انا افرض عندي اي واحد فينا كان اتعور عينيه راحت واحد مات وعمل كابتن احمد المرغاني فعلا اصيب ولا كله كلام غير صحيح؟ لا ازاز طبعا ازاز بتاع الاتوبيس احنا راجعين في ثلاجه راجعين الاتوبيس كله مكسر والهواء طبعا في الطريق كان صعب جدا وكان بالليل ويعني ربنا يستر بس ما حدش يجيله برد ولا حاجه فيعني ازاز طبعا عارف الازاز بيتنطر ازاي لما الاتوبيس يبقى مكسر كله فتر بس الحمد لله ما فيش اصابات يعني وعملنا محضر عشان خاطر الاتوبيس الراجل التامين بتاع الشركه. عملتوه في السويس ولا في القاهره؟ اتعمل واحنا واقفين في الشارع كل ده واقفين الدنيا وقفنا بتاع ساعه في الشارع في الطريق تمام. طب انت بتقول يا كابتن ابراهيم انت مش متوقع ان جمهور السويس يعمل كده على اعتبار انت بتقول يعني بتروجيت ملوش جمهور اساسا في ال ده رايك يعني لكن احنا شفنا الاصابه لعصام الحضر او الحجر اللي اطلق على عصام الحضر على عفوا على عبد الواحد السيد خلال المباراه يعني برضو ان كان في يعني هجوم جماهيري على لعيب الزمالك حتى خلال المباراه. اما هو اللي حصل ان انت مجموعه الجماهير دي اللي كانت موجوده احنا قعدنا طبعا فتره انت عارف الفرقه لما تيجي تطلع بتاخد وقت عقبال ما يامنوا والجمهور يخرج وبتاع فبناخد وقت عقبال ما نطلع وكان في حوالي 24 واحد من الجمهور برده كانوا واخدينهم من جمهور نادي الزمالك على فكره كل ماتش يعملوا الحركه دي في جمهور الزمالك الامن ياخدوهم ويحبسوهم ثلاث ايام وبعد كده يعذبوهم شويه وبعدين يطلعوهم بعد ما يكونوا العمليه واهاليهم عماله تعيط عليهم وبتاع فالناس دي راحت تشجع ما فيش حد اتعور ولا حد عمل حاجه ممكن ان يبقى فيه لو في خلل يبقى الخلل من الناس اللي مسؤوله لو في الشماريخ دخلت فين بيبلعوها مش الشماريخ دخلت انت راجل مسؤول انت راجل امن دخل ازاي فانت ما تسالش اللي ولع الشماريخ اسال اللي دخل انت قصدك ان يبقى في احكام رقابه اكبر على البوابات والناس داخله يعني انا عايز اقول في نقطه انا على فكره انا اتكلمت عارف انا بقى. طب انا كابتن هاني العقبي كان ليه رد بيقول لك والزمالك عمل ايه في مباراه الدور الاول لما اتصاب لما حصل اعتداء على اثنين من لاعبي البتروجيت منهم السيد حمدي لما اتحبس في عماره وكسروا العماره ومحمد شعبان وكسروا عربيات والشقق والكلام ده فين ده بعد مباراه الزمالك وبتروجيت في الدور الاول ده واقعه صحيحه يعني ما عنديش فكره عن ده انت ما كنتش موجود وقتها يا كابتن كان مستر دي كاستال اللي متولي المسؤوليه عايز اقول لك حاجه انا طبعا دخلت معاك طبعا عشان تعرف معلوماتك عندي قد ايه تمام وطبعا الناس كلها تمام انا امبارح طبعا في قرار المجلس الاداره ان ما فيش في يعني ممكن يكون برنامج معين واحد ما كانش يحب ان يتعمل على اساس ان كان في العلاقه كويسه قبل كده
فكان قرار مجلس الإدارة ما ينفعش أي كلام مع برنامج مودرن وكده. تمام. فأنا طلعت طبعا، يعني أنت عارف أنا عايزك إزاي. أشكرك يا كابتن إبراهيم، أشكرك. بس في حاجة. اتفضل. يعني أولا بيقولوا الموضوع دوت قرار مجلس الإدارة عشان خاطر الأستاذ مرتضى طلع في التلفزيون وطلعوه وبيتكلم على المشاكل والمواضيع. الموضوع مش عشان خاطر الأستاذ مرتضى خالص. نعم. الموضوع متاخد من أيام، من فتره بقى، فتره بقى دلوقتي اسابيع، لان في تحامل جامد جدا من البرنامج طبعا بتاع كابتن مدحت على النادي الزمالك، وبرده على موضوع جده وحاجات دي. فهي الموضوع متاخد من ساعتها، مش متاخد عشان خاطر الاستاذ مرتضى طلع، مالوش علاقه خالص. ان استضافه الاستاذ مرتضى في البرنامج مالوش علاقه بان مجلس اداره قرر ان ما فيش تعامل مع البرنامج بتاع كابتن مدحت. عشان بس حاجه نقطه بوضحها. وبعدين في حاجه زعلتني امبارح جدا من الكابتن مدحت والاستاذ وليد دعبس، او الدكتور وليد دعبس، امبارح بيقولوا شوف مجلس اداره النادي الاهلي محترمين ازاي، شوف مش عارف، شوف الله. طب ما انت بتقول كده، يعني معنى انك بتقول العكس على نادي الزمالك. فلو سمحت يعني برضو الناس. هو كابتن ابراهيم في كثير من القضايا لما بيحصل نوع من اللغط، ليه ما بتحصلش ردود؟ هو ده الهدف، يعني ليه المصادر ما بتردش او توضح الحقائق بدل ما تترك للاعلام ان يجتهد، والاجتهاد ربما يكون صائب او خاطئ، يعني ده شيء بيبقى وارد في الاعلام. بنتفق يا استاذ محمد ان المفروض يبقى فيه، انت راجل اعلام محايد، يعني ما قضيه مش عارف جد، قضيه بتاع بنقص ده، بنعرض الموضوع، ما جيش ما اقولش حاجات على مجلس اداره ان هم تفكيرهم او الاداره مش او في تفكيرهم غلط، او بياخدوا قرارات غلط، او مش عندهمش خبرات قانونيه او فنيه، يعني حاجات كتيره. ما علينا، انا بتكلم نقول ايه، ما ينفعش حضرتك ركز معايا، ما ينفعش امبارح تطلع من الدكتور وليد دعبس ولا الكابتن مدحت شلبي ويحصل نقول ان اداره، شوف اداره النادي الاهلي محترمه ازاي، شوف لما كانوا بيعملوا محترمين ازاي، شوف هنا بقى الناس زمالك بيعملوا. معنى كده ان انت بتقول العكس. انا بكرر تاني، فالكلمه طبعا صعبه، وانا بقدر طبعا الدكتور وليد دعمس وكابتن مدحت بعزه جدا، بس برضه مش عايزين الموضوع. طب ما نحل الموضوع بهدوء. وبعدين كابتن مدحت هو بس الفكره برضه، انت لما بيبقى اللاعبين بعد المباراه، كابتن ابراهيم انت عارف يعني القنوات كلها واخده حقوق نقل مباراه الدوري المصري، احنا نصلح طب اللي حصل ده. وبعدين بيقول الكابتن مدحت يعني مش هتفرق معانا ان يتكلموا ولا ما يتكلموا، تلاقي تفرق. لا ما هو طبعا، ما هو المقصود يا كابتن ابراهيم، يعني تسمح لي بس ارد عليك. اتفضل اتفضل. المقصود ان انت لما بتشتري حقوق بس الدوري بتشتريها بكل مشتملاتها، يعني بس المباريات واجراء لقاءات مع اللاعبين ونقل المؤتمر الصحفي، كل الامور دي. لما يحصل ان نادي، مش الزمالك بس او الاهلي او الاسماعيلي او المصري، كل نادي ليه جمهوره طبعا، لما اللاعبين ما يخشوش يتكلموا لمجرد اختلاف في الرؤى ما بين برنامج او بين مذيع او مقدم وبين مجلس الاداره او حتى الجهاز الفني، الجمهور مالوش ذنب في مثل هذه الامور. هو ده المقصود يا استاذ محمد. ينفع انك انت بتهاجم نادي او بتهاجم مجلس اداره واطلع انا غيرت اطلع لعيب معاك؟ بس مفيش مشكله ان الامور يعني نحلها مع كابتن تتحل والوجهات النظر تقترب، واذا كان نادي الزمالك له وجهه نظر عايز يعلنها او مجلس الاداره مفيش مشكله خالص انه يعلنها. من راجل سياسي وراجل جميل. طب ما والدكتور وليد دعبس برضه في بعض المشاكل كان عايز يدخل فيها حلها. طب ما بدل ما نقول مثلا مجلس، بالعكس هو مودرن علاقته طيبه جدا بنادي الزمالك وبالسيد ممدوح عباس رئيس النادي، ودي معروفه يعني. يبقى بدل ما نقول امبارح هشوف بص نادي مثلا كذا ناس محترمين وبيعملوا معانا ايه ومحترمين وبيتجاوبوا، انما دول بص بيعملوا ايه. وبعدين يطلع برضه انت مضايقك التشبيه بالاهلي، انت ده مضايقك. لا ما مضايقني انك انت تقول كذا محترم وكذا محترم وشوف دول بيعملوا ايه، عيب. ما يبقى معناها العكس. فطبعا انا نفسي كنت اتفرج على الكلام. انا الحقيقه ما شفتش للاسف اللي انت بتقوله يا كابتن ابراهيم، لكن المؤكد ان قناه مودرن بمسؤوليها بمقدمينها بكل الناس، انا اتمنى كل الاحترام لقلعه نادي الزمالك، زي الاهلي زي الاسماعيلي زي المحله زي المنصوره زي اي حد، واتمنى بس الاختلاف في الراي لا يفسد ود قضيه، وفي النهايه المساله نقديه بحته، واختلاف في الرؤى ليس اكثر من ذلك. طب خليني، انت ما ردتش ما جاوبتش على سؤالي بقى لما الكابتن هاني العقبي قال اخر حاجه في الموضوع ده. اتمنى ان الدكتور وليد دامس والكابتن مدحت شلبي ناس محترمين، يبقى في يعني اتصال مع اداره النادي او الاستاذ ممدوح عباس ومجلس الاداره، والموضوع يتحل ودي، لان احنا ناس كبار وناس محترمين كلهم، فلازم يبقى فيه
في نوع من انواع التبادل العتاب بطريقه محترمه وتخلص حتى بالتليفون ده. انا يعني ليك عليا اتوسط انا في المساله دي واقرب وجهات بس انا النظر. عشان انا بحب المكان اللي انا فيه وطبعا وقناه مودرن طبعا بقدر الكابتن مدحت والدكتور وليد